Hallo, meine liebe Studentin, wie geht's euch? Heute nehmen wir die Negation. النهاردة هنتكلم عن Negation اللي هو النفي. أنا عندي لما أحب أنفي جملة بستخدم حاجتين، يا إما كاين أودر نيشت. عندي كاين أودر نيشت، يستخدم كاين يستخدم نيشت. طيب كاين بستخدمها إمتى؟ تستخدم كاين لنفي الاسم الذي تسبقه أداة نكرة. هي عموما كاين يا جماعة بتستخدم لما بنفي اسم، يعني دايما كاين كومت بيت نومن، بتيجي مع الأسماء. طيب بستخدمها علشان أحب أنفي اسم بس قدامه أداة نكرة. يعني هنا بيقول لي إيه؟ است داس أين بوخ، طبعا أدوات النكرة الأون بشتمت الأرتيكل أين وأين وأين، نفتكر تاني مع بعض الجمع ما كانش ليه أداة نكرة، الجمع قلت دي على بلورال هات كاين ون بشتمت الارتيكل، الجمع ما كانش ليه أداة نكرة. طيب أدوات النكرة اللي هي في حالة ون بشتمت الارتيكل ام نوميناتيف في حالة الرفع كانت اين مع الديا، ومع الداس كانت اين، ومع الدي فيمينين كانت اين. طيب هنا بقول لي است داس اين بوخ، طبعا بوخ الارتيكل بتاعته داس فبستخدم اين على طول. است داس اين بوخ هو ده كتاب، فقال لي ايه بقى، نفيت الجمله فقلت ناين، طبعا احنا عارفين ان ناين معناها لا، وكومت ميت نيجاتيون دايما بتستخدم مع النفي. است داس اين بوخ هو ده كتاب، فقال لي ناين لا، بس است كاين بوخ او كاين بوخ على طول، ده مش كتاب، بس است كاين بوخ، لا ده مش كتاب. طيب يبقى انا نفي اين كاين، نفي بتاع اين كاين. ليه قلت كاين ما قلتش نيست بوخ؟ ليه ما استخدمتش نيست؟ علشان هنا بوخ يعتبر اسم وسبقته اداة نكرة، بوخ هنا اسم وسبقته اداة نكرة، فاستخدمت كاين ما قلتش ناين نيست بوخ، قلت ناين كاين. است داس اين لامبه، ليه قلت اين لامبه؟ علشان لامبه الارتيكل بتاعتها دي فيمينين مفرد مؤنث، فلما استخدمت دي فيمينين بالنسبه للأون بشتمت الارتيكل بتاعتها اين. طيب است داس اين لامبه، هي دي لامبه، فقال لي ناين لا، داس است كاين لامبه، لا دي مش لامبه. ليه قلت كاين لامبه؟ اولا نفي اين كاين، نفي عيني كايني. ليه استخدمت كاين مش نشت برضو؟ علشان لامب يعتبر اسم وسبقته أداة نكرة اللي هي عيني. طيب has do عيني wohnung، has do عيني wohnung، طبعا احنا عارفين verb haben يملك، صرفته مع الدو فبقى دو هاست، وجبت الverb في الأول علشان عندي فراجت سايشن فبدأت بالفعل، يعني أنا عندي عادات استفهام بدأت الجملة بالفعل. هاز دو اين فونونج، انت عندك شقة، طبعا احنا واخدين عنوان اصلا الدرس اسمه ماين فونونج شقتي، فبقول هاز دو اين فونونج هو انت عندك شقة، فقال ايه بقى، قال ناين لا، ايش هاب كاين فونونج، انا ما عنديش شقة. ليه قلت كاين فونونج ما قلتش ايش هاب نيشتي فونونج؟ اولا عشان عندي فونونج اسم وسبقته اداة نكرة، يبقى الان بشتمت الارتيكل يا جماعة اللي هي اين واين واينه، والجمع ما كانش ليه اون بشتمت الارتيكل، قلت دير بلورال هات كاين اون بشتمت الارتيكل، ما كانش ليه اصلا اداه نكره، يبقى اين مع في حاله الرفع مع الماسكولين، واين في حاله الرفع برضو مع النيوترال، واين في حاله الرفع بس مع الايه مع الفيمينين المفرد المؤنث. ده كده بالنسبه لكاين دايما بتيجي مع الاسماء. عندي بقى verb نوتسن نيشت ميت، انا عندي verb بنوتسن اللي هو بنستخدم نيشت ميت، انا عندي نيشت بتيجي مع الايه مع تلات حاجات، بريبوزيشنين حروف الجر بريبوزيشنين، وادجكتيف صفات ادجكتيف، وverb الافعال. يبقى انا لو عايزه انفي فعل، عايزه انفي صفه، انفي فعل، انفي حرف. Mein Haus ist nicht hoch. Mein Haus المنزل بتاعي ist nicht hoch. يعني مش عالي أوي. أنا عندي hoch adjective بمعنى عالي. المنزل بتاعي مش عالي.
ليه هنا استخدمت نيشت ليه؟ قلت علشان هوخنا تعتبر adjective صفة، هوخنا تعتبر adjective، فعشان كده انا استخدمت نيشت. نيشت هوخ مش عيل. ماين اونكل عمي است نيشت دا، مش موجود هنا نيشت دا. ده يعتبر ايه؟ يعتبر بريميزيسيون، حرف جر بس خاص بال خاص باللوكال المكان. ماين اونكل است نيشت دا، مش موجود هنا. ليه هنا قلت نيشت ما قلتش كاين دا؟ علشان ده يعتبر بريميزيسيون، يعتبر لوكال بريميزيسيون يعني حرف جر مكاني. عادل است نيشت تسو هاوزو، عادل است نيشت تسو هاوزو. انا قلت لكم لما اقول اشبان تسو هاوزو معناها انا في المنزل. اشبان نيشت تسو هاوزو، انا مش موجودة في المنزل. عادل است نيشت تسو هاوزو، عادل مش موجود في البيت. ليه استخدمت نيشت مش كاين؟ علشان عندي تسو اهو حرف جر بس هنا خاص بالايه، الهاوس يعتبر لوكال مكان برضه. عبير want نيشت ان كايرو، زي want ان طنطا. عبير مش ساكنة في القاهرة، ساكنة في طنطا. يبقى انا عندي نفي الجملة، عندي جملة منفية وجملة مثبتة. عبير want نيشت ان كايرو، بصوا بقى انا نفيت هنا ايه، نفيت الجملة بس هنا مع برضو بريبزيتيون حرف جر ان. مش ساكنة في القاهرة، جبت نيشت امتى؟ جبت نيشت قبل حرف الجر. شفتوا الموقع بتاعها البيزيسيون بتاعها قبل حرف الايه الجر. عبير فونت نيشت ان كايرو، مش ساكنة في القاهرة، دي فونت ان تانتا. هنا برضو يقولي مثلا فوهير كاميزو، انت جاي منين؟ من اين تأتي؟ هقول ايش كومي اوس مدريد مثلا، انا جاي من مدريد. طيب واحد عايز ينفل الجملة يقول انا مش جاية من مدريد. كلمة مش دي بستخدم نيشت، اقول ايش كومي نيشت اوس مدريد. يبقى برضو موقع نيشت بيكون او قبل اوس. نيشت كومت فور اوس، جت قبل حرف الجر. عبير فونت نيشت ان كايرو، زي فونت ان تانتا، جاية من تانتا. ماين بلكون، البلكون بتاعتي است نيشت غوس، مش واسعة مش كبيرة. ليه قلت نيشت؟ عشان غوس تعتبر adjective صفة. است داس اروى، هي دي اروى؟ ناين، داس است نيشت اروى، دي مش اروى. داس است نيشت اروى، اروى هنا تعتبر ايه؟ تعتبر اسم علم، تعتبر اسم علم. في فرق بين كلمة نامن ونومن. كاين بتيجي مع نومن، يعني ايه الاسم اللي هو زي ما اقول ايه، شجرة، ترابيزة، لمبة، دي تعتبر اسم بس مش اسم علم. اسم علم اللي هو احمد، محمد، مصطفى، محمود، سلوى، راؤول، دي كلها اسماء علم. فهنا بقول اس داس اروى، هي دي اروى؟ فقلت ناين، لا داس است نيشت اروى مش اروى. ما قلتش بقى داس است كاين اروى، خلاص. ده كده بالنسبه لنيشت. يبقى فيا بنوتس نيشت ميت بريبوزيسيون، حروف الجر سواء بقى لوكال اودر تيمبورال، والادجكتيف الصفات، والفيربن الافعال. لما اقول مثلا هويت اربايتت ايش نيشت، يعني النهاردة انا مش هشتغل، فانا حطيت نيشت في اخر الجملة لان نفيت الفيرب نفسه، نفيت الفعل نفسه. تمام. تاني الجزئية دي دي نيجاتسيون، قلت النفي عندي كاين ونيشت. كاين كومت ميت نومن، بتيجي مع الاسماء زي ما انا قلت لكم، مش اسم علم يعني مش اسم حد، يعني مش اسم برزون مش شخص. وعندي نيست بتيجي مع ثلاث حاجات، مع البيروفيزيسيونين حروف الجر، والادجكتيف الصفات، والفيربن الافعال. لكن انا هنفي كلمة زي دي او اسم سبقته أداة نكرة، في الحالة دي انا بستخدم كاين. طيب بعد كده انا عندي بيقول لي فيرب كونجاتسيونين اللي هو تصريف الفعل، عندي بريزونال برونومن، وعندي فعلين فيرب فندن يجد، وفيرب زوخن. زوخن انا عندي الفيرب ده مهم سواء فندن او زوخن. فندن يجد، ودايما فندن ده بلاقيه مع الماينونج مع الراي، يعني ما يقول لي في فندس دو هير عادل، رايك ايه في هير عادل؟ هقول ايش فند ان زعنيت، انا شايفاه لطيف جدا مثلا. في فندس دو مات، رايك ايه في الميس؟ اقول مثلا سست زعل جفير، انا شايفاه انه صعبه قوي. يبقى فندن خاص بالماينونج بالراي. طيب زوخن ده معناه ايه؟
زوخن ده معناه يبحث، بيبحث عن حاجة. لما أقول ich suche im Internet يعني أنا بدور في الإنترنت عن حاجة، ببحث عن حاجة. طيب عندي allgemeine Wiederholung، مراجعة عامة يا جماعة. نقرأ التكست مع بعض. Lies den Text. Herr Müller hat zwei Kinder. Max ist 12 und Felix ist 13 Jahre alt. Familie Müller hat eine Wohnung. Sie ist möbliert. Die Wohnung hat ein Schlafzimmer. Hier sind ein Schrank und ein Bett. Im Wohnzimmer sind ein Sofa, ein Tisch und ein Fernseher. Hier ist die Familie oft. In der Wohnung sind auch ein Bad, eine Küche und ein Balkon. Die Küche ist groß und hell. Die Wohnung kostet 300 Euro im Monat. يبقى أنا عندي تكست الفصل قطعة. طبعا أنا جايبها كلها عن الفونون، يعني حاجة كده خاصة بالعنوان الوحدة بتاعتي بالشكل. نترجم مع بعض. هير مولر هات سباي كيندر. طبعا هير مولر عنده طفلين، ماكس وفيليكس. ماكس عنده 12 سنة وفيليكس عنده 13. فاميلي مولر هات اين فونونج. طبعا العائلة بتاعت مولر لديها شقة. زي است موبليرت. ما اقول بقى هنا بص معايا، زي هنا زي عايدة على مين؟ عايدة على الفونونج. ليه؟ لان فونونج الارتيكل بتاعتها دي فونونج، دي فونونج الشقة، وقلت دي في منين بشيلها وعوض عنها ب زي. زي است موبليرت معناها مفروشة، الشقة مفروشة. دي فونونج هات اين شلافزيمر. الشقة فيها ايه بقى؟ حجرة للنوم. بقولك بقى هير زند اين شرانك اند اين بيت. هير هنا عايدة على الشلافزيمر، يعني فيها دولاب وفيها سرير. طيب ان فون زيمر في حجرة المعيشة، في ايه بقى؟ عندي صوفا، كنبة، وتيش منضدة، وفرنزيع، طبعا ايه؟ تلفزيون. هير است دي فاميلي اوفت. طبعا عندي فيرب اسن يأكل، هو بيقول لي في الغالب او غالبا العائلة بتاكل فيها. طبعا هي عايدة على الفونيتسيمر، فبقول ان في الغالب يعني عندي اوفت ادفيرب بمعنى غالبا، ان هي بتاكل فيها في الفونيتسيمر في حجرة المعيشة. اندر فونونج في الشقة برضو. زند اوخ في ايتين. طبعا اين باد حمام، وايني كوشو مطبخ، اند اين بلكون وفي ايه بلكون. بقولي بقى ان الكوشي است جروس اند هيل، المطبخ جروس واسع وهيل مضيء. دي فونونج كوستت 300 يورو ام مونات. الشقة بتتكلف 300 يورو في الشهر، ام مونات في الشهر. طبعا القطع بسيطة جدا. عندي يا ودرنين على القطع صح وغلط. هير مولر هات كايني كيندر. هير مولر هات كايني كيندر. بصوا بقى كايني دخلت مع ايه؟ دخلت مع الايه؟ مع الاسماء، جت مع الاسماء. طيب ما عندوش اطفال. هي عمول هات كايني كيندر. طبعا فالش. ليه؟ علشان هو قايل لي ان هي عمول هات سباي كيندر، عنده طفلين. فما يقول لي هات كايني كيندر نفلك، هقول له فالش. فيليكس است زو الت في ماكس. فيليكس لديه نفس العمر. انا عندي كلمة زو الت في، يعني لديه نفس العمر. فيليكس است زو الت في ماكس، عنده نفس العمر بتاع ماكس. طبعا فال. ليه فالش؟ علشان فيليكس عنده سن وماكس سن تاني خالص، واحد 12 واحد 13. نمري دراي ام كيندر سيمر في حجرة الاطفال. زند اين سوفا تيش اون فرنزيا، يعني حجرة الاطفال كان فيها كنبة ومنضدة وفرنزيا. طبعا فالش. ليه برضو فالش؟ علشان الحاجات دي كانت موجودة في الأربايتس السيمار، يعني لو قال لي إيم أربايتس السيمار زند عين سوفا تيش أون دي فرنزيا، قلت له كنت هقول له ريشتش صح. دي فونونج كوستت دراي أورو إن يار. دي فونونج كوستت دراي هوندرت أورو إن يار، يعني الشقة بتتكلف 300 يورو في السنة. طبعا فالش. ليه فالش؟ علشان هي كوستت دراي يورو بس انت ام مونات في الشهر. است فاميلي مولر ان كوشا. ده بقى هنا سؤال عندي بقى بادئ بالفيرب فراج سايشن، سؤال جمله استفهاميه. است فاميلي مولر ان كوشا.
هل عائلة مولر بتاكل في المطبخ؟ طيب هنا هقوله صح ولا غلط، ممكن اي حد يشوفها يقول اه ما احنا بناكل ساعات في المطبخ، طبعا هتبقى فالش. ليه؟ علشان هو قال ان في الفونيت سيمر بتاعتهم بياكلوا معظم الوقت. قال فاميلي مولر است ام فونيت سيمر اوفت، يعني هي في الغالب بتاكل في حجرة المعيشة. فما يقول لي است فاميلي مولر ان كوشه، طبعا هقول له ناين، فانا عملت فالش خطأ. دي فونونج استنيشت موبيليات، استنيشت موبيليات يعني الشقة غير مفروشة ما فيهاش فرش، طبعا فالش. ليه برضو فالش؟ علشان هو قايل لي دي فونونج است موبيليات. طيب انا استخدمت نيشت هنا ليه؟ ده كده بالنسبة للتكست الفاصل. بقول لي ارجنتس اكمل ار و اس و زي، طبعا عندي الضمائر الغائب اهم ار و اس و زي. قلت ار دي بتعود على ماسكولين والاس نيوترال والزي فيمينين. طيب ايجيبتن ليكت ان افريكا، ايجيبتن ليكت ان افريكا يعني مصر بتقع في قارة افريقيا. نقط است هوبش، عايزة اقول ان هي جميلة. هل هختار ار ولا اس و زي؟ اولا ايجيبتن تعتبر ليندر اوني ارتيكل، يعني بلد بس ملهاش اداة، ففي الحالة دي بستخدم ايه؟ هقول له اس، هقول له اسست هوبش يعني هي جميلة. ماينيتاش الشنطة بتاعتي است نوي جديدة، نقط است او شيك، عايزة اقول ان هي شيك جدا كمان وانيقة، يعني هي نوي وشيك. هستخدم ايه؟ طبعا ميني تاشا تعتبر هنا فيمينين مفرد مؤنث، ايه بقى الضمير اللي بعود عليها؟ هقول له زي است او شيك. ده سيست ماين بوخ، ده الكتاب بتاعي، نقط است نوي جديد. طبعا ماين بوخ الارتيكل بتاعته داس، فهعوض عنه بالضمير اس، هقول است نوي هو جديد. ايش هابي اينين كوجل شرايبر، ايش هابي اينين كوجل شرايبر، نقط است توير هو غالي. عايز اقول طبعا كوجل شرايبر الارتيكل بتاعته دي، فهعوض عنه بالضمير ار، فهقول ار اس توير هو غالي. ماين برودر اخويا هاست نادر، اسمه نادر، نقط است تسفول فياري الت، عنده 12 سنه. طبعا نادر هنا نادر ماسكولين، فهعوض عنه بالضمير ار، ار اس تسفول فياري الت يعني طبعا عنده 12 سنه. ماين فاتر است بايلوت، بابايا طيار، اير رايز تفيل يعني بسافر كتير، طبعا الضمير اير هنا عايد عوضت عنه بماين فات.